هاي 20% من الأشخاص الراشدين بيعانوا من مشكلة الأرق أو إنسومنيا، وهي علمياً لما ما يقدر الشخص ينام بشكل متواصل بالليل لمدة شهر أو أكثر. نقص النوم بيرفع مستوى هرمون الكورتيزول يلي بيضعف المناعة والذاكرة. الحبوب يلي بتساعد على النوم عندها أثار جانبية كتيرة على الصحة مثل الاعتماد عليها ومشاكل بالذاكرة. القراءة بتساعد على النوم، وشرب كباية حليب سخن كمان ممكن يكون مفيد. في مأكولات بتساعد على تخفيف الأرق، ومنها الخبز، الباستا الغنية بالكربوهيدرات، التين، الموز والتمر يلي بيحتوي على مادة تريبتوفان المشجعة على النوم، بالإضافة للحوم والأسماك والخضرة. ببعض الحالات ممكن تكون الفرشة أو التصميم الداخلي للغرفة سبب الأرق وحتى لون الحيطان. لهيك مين قال إنه تغيير الديكور ممكن يصيب عصفورين بحجر؟ أنا قال. شوفكم بكرة.